السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل. تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتعرفنا الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. بداية نرحب بأخينا شوقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته. ونرحب أيضا بالأخ الإيطالي الذي سيعلن الإسلام اليوم معنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع صلاة العشاء. وكما تعلمون أننا تحدثنا في دروسنا الماضية، وما زال الحديث موصول يعني حول أركان الإيمان. طبعا أركان الإيمان معظمنا يعلمها إجمالا، يعني يعلم أن أركان الإسلام خمسة، ويعلم أن هي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعلم أيضا إجمالا أركان الإيمان هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. لكن كناحية تفصيلية في هذه الأركان ربما لا يعلمها معظم المسلمين للأسف الشديد، ربما باعتبار أنهم نشأوا في بلدان إسلامية يعني علموا الأمور تفصيلا هكذا، أو ربما لأنهم لم يدرسوها أو لم يجلسوا مثلا في مجالس العلم الشرعي في من قبل، فلم يتعلموا بعض من الأمور التفصيلية بالنسبة لأركان الإيمان. تحدثت في الدروس الماضية وقلت بفضل الله سبحانه وتعالى أن يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني علينا، وطبعا الأمور التكنولوجيا تفيد الجميع يعني، لكن من حتى من ناحية الخطب والدروس أنها لما تسجل هكذا يستطيع الإنسان أن يرجع إليها في أي وقت، كما قلت مثلا في دروس السيرة التي قمنا بعملية هنا، إذا الإنسان أراد أن يستمع إليها مرة أخرى يستمع إليها، كذلك دروس الأذكار النبوية وشرحها إذا أراد الإنسان أن يستمع إليها مرة أخرى عبر القناة على اليوتيوب يستمع إليها. فأمثال مثلا هذه الدروس لأركان الإيمان إذا أراد أن يستمع إليها مرة أخرى أو يسمعها مع أولاده، نحن نتحدث في أمور يعني أصول في الأمور الإسلامية. لما نتحدث عن أركان الإيمان دي ثوابت بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمسلم. تحدثنا في درس الأمس عن الإيمان باليوم الآخر، والآن بما شاء الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وإن أسعفنا بوقت من بعد نتحدث عن الركن الذي يليه وهو الركن الأخير من أركان الإيمان اللي هو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم رد على من ينكرون اليوم الآخر أو ينكرون البعث بعد الموت، لأن احنا في القرآن الكريم نجد آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يفند فيها أباطيل من يزعم أنه ليس هناك بعث، ويزعم أن الموت هو نهاية نهاية الأمور. فأنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، يعني يقولوا كيف يعني يكون في إحياء للناس مرة أخرى. وهذا الزعم باطل، دل على بطلان الشرع والحس والعقل. أما من الشرع فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا زعموا أن لن يبعثوا، والله سبحانه وتعالى أقسم يعني قل بلى وربي لتبعثون. يعني شوف كل هذه التوكيدات، رغم الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تأكيد كلامه، ولكن للدلالة على ليه؟ على أهمية الأمر أن يكون راسخ في ذهن الإنسان. لأنك أنت ما الذي يجعل الإنسان يفطر أو يبتعد عن الطاعة؟ اللي هو يعني موضوع الآخرة ليس في حسباني. بعض الناس لما يقع في المعصية ربما لأن أي نعم هو يعلم، هو بحيث المسلم يعلم أن هناك آخرة، لكن ربما أن موضوع الآخرة ليس يعني لا يعطي القدر الكافي من التقدير. لكن لو أمر الآخرة دائما في ذهني فصعب أن هو يبتعد عن الطاعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه، دائما همه الآخرة، جاء
جعل الله غناه في قلبي وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي ايه؟ وهي راغب. فالله سبحانه وتعالى يقول قل بلى وربي لتبعثن. شوف كل هذه بلى وربي أنا تقسم لا بلم التوكيد تبعثن من التوكيد في آخر الكلمة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أمر يسير بالنسبة هو بالنسبة لك أمر صعب، بالنسبة لأمر صعب، إنما بالنسبة لله سبحانه وتعالى أمر إيه؟ وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، يعني في ناس ماتوا وأحياهم الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه النماذج في القرآن الكريم. في سورة البقرة وحدها 5 أمثلة على أناس ماتوا ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. المثال الأول قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. اليهود بيقولوا لسيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني حتى نرى الله عيانا. فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم، أماتهم الله وأحياهم. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة. أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم إليه الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم، يعني أحياهم الله مرة أخرى، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ربما هذه الآية يمر عليها معظمنا ولا يتأمل فيها ولا يقف عندها، ولكن هي دليل قوي على إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى بعد أن يميته. المثال الثاني في قصة القتيل اللي هو سميت باسم يعني سميت سورة البقرة على هذا الموضوع، اللي هو قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها، يعني يأتوا ببعض بجزء من البقرة ويضربوه وهو ميت، يعني حتى يبعثه الله ويخبرهم بمن قتله. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، يعني لما تضربوه بأي جزء من أجزاء البقرة فيحيي الله سبحانه وتعالى دي، يعني معجزة من الله سبحانه وتعالى. فقلنا اضربوه ببعضها كذا، يعني كذلك يحيي الله الموت، يعني كما أحيى الله سبحانه وتعالى هذا فالله سبحانه وتعالى يحيي ليه الموت، كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني عددهم بالآلاف، يعني وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع في أيضا في سورة البقرة في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله سبحانه وتعالى. هو لما وجد أهل، يعني تقريبا الله سبحانه وتعالى أرسل عليها أمر من الأمور الكونية فأماتهم الله سبحانه وتعالى، فاستبعد يعني هو لما مر على هذه القرية أن يحيي هذه الله بعد أن، يعني بيستبعد هذا الإيه؟ بيستبعد هذا الأمر. ليقول الله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فاستبعد أن يحييها الله سبحانه وتعالى فأماته الله 100 سنة، يعني 100 سنة وهو ميت، فأماته الله عز وجل 100 سنة ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، 100 عام مش 100 يوم، 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. هو ظن أنه كان نايم، يعني نام شوية، كان منهك متعب فنام على أساس أنه نام يوم أو حتى 8 ساعات أو بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. وسيدنا إبراهيم ده نبي ورسول، يعني هو لم يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، بس كما قال الله سبحانه وتعالى ليطمئن إيه؟ ليطمئن قلبه. فأمره الله عز وجل أن يذبح 4 من الطير
ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها مع بعض أو بعضها إلى بعض، ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. أرني كيف تحيي الموتى، يعني ربما سؤال يراود معظمنا: أرني كيف تحيي الموتى. فالله عز وجل قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى. وأما دلالة العقل، الإنسان لما يفكر في هذا الأمر، فالعقل أيضا يدل على إمكانية البعث من عدة وجوه. أحدها أن الله عز وجل فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، يعني الذي بدأ الخلق يستطيع أن يعيده مرة أخرى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من الإيه؟ من البداية، وهو أهون عليه. وقال عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، يعني كما بدأنا نستطيع أن نعيده مرة أخرى إن كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم، يعني الله عز وجل في أواخر سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. إذا كان واحد من المشركين يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم عظام، وعظام يعني إنسان مات منذ سنوات، وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا محمد، طبعا لم يؤمن بالرسول فيخاطبه باسمه، يقول له: يا محمد، أتزعم أن ربك قادر على إحياء هذه العظام مرة أخرى؟ فقال له: نعم، ويبعثك ويدخلك منه. يعني ده من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، انه النبي يتنبأ انه سيموت كافرا ويبعثه الله ويدخله ليه، وبالفعل مات هذا الرجل الكافر، ويقال انه أمية بن خلف. قال له: نعم، يا أمية، ويبعثك ويدخلك ليه، يدخلك النار. فهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يرجعه. الأمر الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء، فينزل الله سبحانه وتعالى عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته، من آيات الله يعني ومن آياته، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني سبحان الله، الناس المزارعين والفلاحين يعلمون هذا، تجد الأرض يعني تقول كيف ستنبت، كيف ستصبح خضراء مرة أخرى، وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموت، يعني الذي أحيا هذه الأرض قادر على إحياء الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يعني كما أخرج الله سبحانه وتعالى هذه المزروعات من الأرض، قادر على إخراج الناس من الأرض مرة أخرى، أن الله عز وجل قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم كذلك الخروج، يعني مثل خروج الـ هذه الـ الأمور من الأرض، سواء كانت نبات، ثمار، أي زروع، فالله سبحانه وتعالى قادر على إخراج الناس من الأرض بعد أن أماتهم الله سبحانه وتعالى. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر وأنكروا أيضا نعيم القبر،
زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالوا فإنه لو كشف، هو أصلاً من ضمن كما قلت في درس الأمس أن من ضمن مشتملات الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالبعث وأن تؤمن بالقبر وما يحدث فيه. فبعض الناس يقولون لو كشف عن الميت في قبره لو وجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، يعني لو كشفنا عن الإنسان في القبر سنجده كما كان، فكيف يعذب وكيف ينعم؟ بعض الناس يزعم هذا، وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وذكرتها في درس الأمس، مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وذكر الحديث، وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميم. فالحديث ده يدل على أن موضوع عذاب القبر نعيم. وذكرت أيضا في درس الأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني لولا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ألا يتدافنوا لدعا الله سبحانه وتعالى أن يرينا بعض مما يحدث في القلوب. لولا ألا والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وأما من الحس فإن النائم، الإنسان لما يكون نائم يعني يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه. يعني بعض الناس بيرى رؤيا جيدة في المنام، والبعض الآخر يرى أحلام مفزعة أو كوابيس، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه. يعني ممكن إنسان ينام ويعذب في نومه بسبب هذه الأحلام المزعجة، صح ولا لا؟ ومع ذلك هو ما زال على فراشه ويتحرك، لم يتحرك لا هنا ولا إيه ولا هنا. والنوم أخو الموت، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى وفاة. قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته فقد رآه حقا. ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى، فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ يعني الذي ينام، الذي هو نائم على فراشه ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى مثلا نفسه ويعذب مثلا وهو نائم، ولا في مثلا أسد يجري خلفه، ولا يرى نفسه يسقط من الأعلى، ولا يرى أشياء مفزعة، وربما يعني من ينام بجواره مثلا زوجته ولا شيء لا تشعر بما يشعر هو به. فإذا كان هذا ممكن في أمور الدنيا فمن باب أولى أن يكون ممكنا في أن يحدث القبر، إما أن نعم وإما أن إيه وإما أن يعذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لو وجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه. من هذه الوجوه أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع، طالما أن الشرع والنصوص الثابتة سواء في القرآن الكريم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الأمر فالمسلم يصدق به. أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحدة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني هو يعيب هذا القول، وهذا القول صحيح، المشكلة عنده، الآفة عنده أو المشكلة عنده في فهمه هو، وآفته من الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الأمر الثاني أن أحوال البرزخ، يعني ما يحدث في القبر، ده من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفادت فائدة الإيمان بالغيب. وأصلا المسلم من ضمن الثوابت عنده الإيمان بالغيب، وذلك في بداية سورة البقرة ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء المتقين، من هم المتقون؟ الذي أول صفة الذين يؤمنون بالإيه؟
ما هو يعني خد بالك ان في اناس كثر في الحياه، نحن كما قلت في بدايه دروسنا في العقيده، احنا على كوكب الارض الان 8 مليار انسان، فيهم 2 مليار مسلم، المليار ده 1000 مليون يعني. طب و6 مليار الاخرين فيهم المسيحي، فيهم اليهودي، فيهم الزرادشتي تبع الزرادشتي، فيهم البوذي تبع البوذيه، فيهم الملحد، فيهم الشيوعي، فيهم كذا فيهم كذا، واناس كثر على مستوى العالم ربما ينتحرون بسبب انهم لا يعلمون هدفهم في الحياه، لا يعلمون ما بعد، ما الذي يحدث بعد الموت. يعني يقول لك يعني اول ما تلوم به ضائقه من ضوائق الحياه، ولا ازمه من الازمات، ولا كربه من الكربات، ما عندوش يعني هو يعني وننزل من القران ما هو شفاء، ليس عنده ان هو يتوضا ويصلي ركعتين فيهدى، ليس عنده رب يدعوه فيستجيب له، اما يجيب المضطر اذا ايه اذا دعاه، لا يعلم ان هناك اخره، وان الله سبحانه وتعالى سيجازيه على صبره، وعجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. ده احنا يا راجل كمسلمين من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، يعني اول ما بتحدث مصيبه فرضا مهما كانت عظمه المصيبه، اول ما بتحدث المصيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى كما روى الامام البخاري، وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الله سبحانه وتعالى بينزل عليك الايه السكينة. وذلك قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الايه الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. يقول إنا لله يعني أنا ملك لله وأنا راجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الايه المتقون. وعارف إنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبالتالي مهما كان الابتلاء، انما لو واحد غير مسلم وليست عنده هذه المبادئ الايمانيه واركان الايمان ممكن يذهب وينتحر، وهو ما عندهوش دين ولا عنده عقيده ولا عنده يعني احنا كان. وتخيل سبحان الله، رغم ان نشوف ما يحدث في دولنا العربيه وفي دولنا الاسلاميه من الامور التي تعلمونها، ومع ذلك الحمد لله نسبه فرضا يعني حصل تكون قليله جدا مقارنه مثلا بالدول اللي هي مثلا الغربيه زي الدول على ما نسمع يعني، ودي احصائيات موجوده ومعروفه، مش بندعيها على ان احنا مسلمين ولا نحن نملك مفاتيح السعاده في الحياه، بس دي نسب معروفه وبتاتي في الاخبار بين الاونه والاخرى، ان اعلى نسب الانتحار موجوده في الدول الاسكندنافيه، رغم ان الدول الاسكندنافيه دي معروفه انها من اعلى الدول من ناحيه الايه؟ من ناحيه الاهتمام بالانسان وحقوق الانسان والمعيشه والرفاهيه اللي هي رفاهيه المجتمع. اللي هي دوله زي النرويج، زي اسكتلندا، زي فنلندا، زي طب الدنمارك مثلا، دي دول الناس ينتحروا فيها ليه؟ ده كل شيء موفر ويصح ولا لا؟ ومع ذلك بينتحر. فبالتالي موضوع ليه؟ لان ما فيش الثوابت الايمانيه والاركان الايمان التي تحجزه والتي تمنعه عن ايه؟ عن الاقدام على مثل هذه الامور. فالايمان بالغيب، ايمان بالغيب مهم بالنسبه للانسان عامه، اما بالنسبه للمسلم فهو من امور الايه؟ من ثوابت الايمان. طبعا الغير المسلمين بيسموه، طبعا العلماء اللي بيدرسوا في الامور الفلسفة عامة يعني يسموه عالم الميتافيزيقا، عالم ما وراء الغيب، يعني الحاجات التي لا يعلمونها، كل واحد يفسرها على حسب الفلسفة التي يعتقدها. يعني واحد يقول لك بعد الموت هيحصل كذا، واحد يقول لك هيحصل كذا، انما احنا عندنا كمسلمين الامور واضحة. بعد الموت بتدخل القبر، القبر اما روضة من روض الجنة وحفرة من حفر النار. لفترة ما الله سبحانه وتعالى في حاجة اسمها اليوم الايه؟ الاخر، اللي هو من ضمن ركن من اركان الايمان التي نؤمن بها، واليوم الاخر اما جنه واما ايه؟ يعني الامور واضحه بالنسبه للايه؟ بالنسبه للمسلم. فاحوال البرزخ من امور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس كما قلت لفاتت فائده الايمان بالغيب، ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. هتكون ايه الفائده؟ يعني ايه مؤمن؟ ما المؤمن ده يؤمن بكل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ سواء كان امور غيبيه او وبعدين حتى الامور، واحنا شفنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبالنسبه لنا من امور الغيب، صح ولا لا؟ شفنا الجنه، شفنا النار، هل راينا الانبياء السابقين؟ هل راينا سيدنا عيسى؟ هل راينا سيدنا ابراهيم؟ هل راينا سيدنا نوح؟ لم نرى كل هؤلاء الانبياء،
ولذلك دي تسمى عندنا بالغيبيات، يعني الأمور الغيبية التي نؤمن بها بالإيه؟ بالسماء، كما جاءت في الشرع الشريف سواء من خلال القرآن الكريم أو من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لو كان أمور الإيمان واضحة هكذا، وذلك قال الله سبحانه وتعالى في بداية سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن ليه الكاذبين. ما هو الإيمان؟ ما هو أي كان لو كل أمور الإيمان واضحة ما كان كل واحد يقول لك يؤمن وينتهى. ولكن لابد أن تكون في الإيمان أمور غيبية الله سبحانه وتعالى يختبر بها عباده ويمتحن بها عباده، فمنهم من يصدق ومنهم من يكذب. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. أيضا أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيق القبر إنما يدركها الميت دون غيره. أنت لسه حي لا تدركها، عشان واحد يقول لك والله لو فتحنا سنجد كذا ولا نجد كذا، لا، دي أمور يدركها الميت دون غيره. وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. يعني احيانا واحد مثلا يتصل عليا ولا واحد يمسك يقول لي والله انا حلمت حلم كذا، وتلاقي حلم غريب عجيب، يعني ممكن تلاقي راح المغرب وطلع من المغرب على تونس على الجزائر على مصر على افريقيا، وموضوع الحلم ده بيحدث في ايه؟ في ثواني معدودات يعني، ومع ذلك بيرى كل هذه الاشياء في ايه؟ في وقت وجيز. فالاشياء التي يراها انت ممكن تنكرها، انت كواحد ما لم يرى هذا الامر تنكر، صح ولا لا؟ لكن في امور الغيب طالما دي امور غيبيه فانت ايه؟ انت تؤمن بها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه وهو بين اصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابه. الرسول كان ممكن ينزل عليه الوحي بالقران الكريم ولا يسمعه الايه؟ الصحابه. وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابه لا يرون الملك ولا يسمعونه. فدي كلها من امور الغيب بالنسبه للصحابه الذين حولوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع ان ادراك الخلق محدود بما مكنهم الله سبحانه وتعالى. بلك ان احنا مهما كانت القدرات التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لنا محدوده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. في اشياء كثير يعني او الشيء بشيء يذكر. هل في حد فينا شايف الفيروس بتاع كورونا مثلا؟ لم يرى واحد، وهو ما مخلي العالم كله واقف في مكان. احنا شفناه بس نؤمن به ولا لا نؤمن به؟ ده احنا بنؤمن به يعني ايمانا مؤكدا، صح ولا لا؟ بغض النظر بقى عن يعني الامور التي تدور حولها، بس موجود في يعني اصبح امر واقع ومفروض بالنسبه للناس. ف يدك مثلا، يدك التي لو نظرت فيها الان ربما انت الان غسلها وطاهره وليس فيها شيء، لكن لو وضعتها تحت الميكروسكوب ده ربما تجد فيها الملايين، مش الاف، ملايين من الايه؟ من الجراثيم، صح ولا لا؟ وهي الفيروسات اصلا لا ترى بالعين المجرده. فالمقصد ان الله سبحانه وتعالى اعطى لابصارنا المقدره او اعطى لمداركنا المقدرة على رؤية أشياء وأخفى عنا أشياء. فإدراك الخلق محدود بما مكنهم الله سبحانه وتعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود. فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هو محجوب عنا. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح بحمد الله، وكل شيء له لغته. الطير له لغته، ألم يعلم سليمان عليه السلام منطق الطير؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يعني الطير حينما يخرج صوت يفهم سيدنا سليمان ماذا يقول، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يعني إذا سمع قول النملة، أنت أصلا لو مرت نملة بجانبك لن تشعر بها،
ربما تشعر فقط لو مشت على جسدك مثلا او قرصاتك ولا شيء، انما لا تشعر بسارية بجانبك. هو سمع الكلام وفهم وعلمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء، ان هذا هو الفضل المبين. ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والن له الحد. فهو يفهم لغه حتى الجمادات ولغه الحيوانات، فدي لغه موجوده والعلماء الان يكتشفون ان كل، ولذلك الله جل قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها فيخرج امم امثالكم، يعني الكلاب دي امم من الامم، النمل امم من الامم، النحل الناس اللي لهم شويه مع العسل والنحل وهذه الاشياء يعلمون ان عالم النحل ده منظم وفي ملكات وشغالات ومنظم اكثر من تنظيم البشر. فسبحان الله العلي العظيم. فمعنى ذلك ان الانسان هناك اشياء يدركها واشياء لا يدركها. وهكذا الشياطين والجن، طب والجن حولنا، الملائكه تحفون باجنحتها والجن مثلا يسعون في الارض ذهابا وايابا. وقد حضرت الجن الى رسول الله واستمعوا لقراءته وانصتوا وولوا الى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يعني الجن يروننا، من ضمن الخصائص التي اعطاها الله عز وجل للجن انهم يروننا ونحن لا نراهم. وطبعا في البعض بينكر الجن، فانهم يروننا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. واذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فانه لا يجوز ان ينكروا ما ثبت من امور الغيب ولم يدركوا، طالما ان هناك امور خارجه عن مقدره قدرات الانسان او يعني عن امكانيات، ان الله سبحانه وتعالى اعطى لاسماعنا قدرات محدده. طب ما انت خد بالك كمان في حاجه، الاثير الذي يكون في الهواء اللي بيكون منه القنوات الفضائيه وهذه الاشياء انت بتسمعه؟ ما تسمعوش غير من خلال الايه؟ طب ما دي كلها برامج موجوده في الايه؟ في الفضاء، صح ولا لا؟ ما تسمع قنوات فضائيه، هل تسمعه انت؟ ده انت لو سمعت كل هذه، انت لما بتجلس امام التلفاز بتقلب في كم قناه؟ في الاف القنوات. طب بالله عليك انت لو استمعت الى كل هذه القنوات، الله سبحانه اعطى لابصارك المقدره، عفوا لسمعك المقدره على سماع كل هذه الاصوات، ده انت تجن، صح ولا لا؟ لو اعطى الله سبحانه وتعالى لبصرك المقدره على رؤيه الفيروسات والجراثيم التي في يدك، هل هتاكل؟ عرفت ليه الله سبحانه وتعالى اعطانا قدرات محدده؟ يعني قدره محدوده لما يصلحنا ويصلح معاشنا في هذه الايه؟ الحياه، لانه سبحانه وتعالى هو اللطيف الايه؟ الخبير. قال عز وجل: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ده الواحد، انت لما الشركات بتاعت التليفونات تصنع تليفون بتديك الكتالوج معاه، يقول لك ده بيشتغل ازاي، مش بياتي معاه كتيب ولا كتاب صغير ولا كيفيه التشغيل وهكذا، تلفزيون ما اعرفش اي شيء. فالانسان هو صنعه الله سبحانه وتعالى. والنسيان ليه؟ نسيان رحمه. نعم، حتى النسيان رحمه من الله سبحانه وتعالى. فطالما ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ونحن خلقه الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى اعلم بما يصلحنا. ولذلك قال عز وجل: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بهذا نكون قد انتهينا من حديثنا عن هذا الركن، اركان الايمان، هو ركن الايمان باليوم الاخر.